في جميع الإقليم ديال أكادير فيما يخص برلمان. في المرتبة الأولى كريمة شلقلي 15700 صوت. مدفوع بوهبي إلى الأصالة والمعاصرة 2940 صوت. تيماني حزب الاستقلال 2560 صوت. باكيري العدالة والتنمية 2083 صوت. من ميسات من الاتحاد الاشتراكي 2027 صوت. التقدم والاشتراكية 1460 صوت. إذن حنا الآن كنتبعوا النتائج الأولية ديال الاستحقاقات، والحمد لله على صعيد مدينة أكادير عندنا أكثر من 70 صندوق، وجميع النتائج دائما الحزب ديالنا كيكون يعني من الأولين، كيكون الأول وبفرق كبير بينه وبين الثاني في جل يعني الصناديق، وكذلك في الجامعات القروية واحد العدد ديال الجامعات القروية جل النتائج ديالها ديال الأحرار ديال التجمع الوطني الأحرار. إذا حنا متبعين دابا يعني النتائج النهائية وإن شاء الله غادي نتواصل معكم. أبرز نتائج في الانتخابات التشريعية. النتائج في الانتخابات التشريعية يعني السيدة زينة تحلي دائما حتى هي الأولى في جميع الصناديق اللي تفرجوا دابا، وكذلك فيما يخص يعني اللائحة ديال السي اش نقري هي دائما من الأولين، الأحرار دائما أولين. جانا تقريبا نفس بحال المدينة ديال أكادير، بحال الجامعة نتائج الجامعة هي اللي كتكون نفس النتائج ديال البرلمان. شي أرقام ربما نقدروا نهضروا في الأرقام؟ أرقام مازال عندنا التصورات، ولكن مازال النتائج صارت إن شاء الله مازال ما كاينه نهائية، مي انتوكا الأحرار اللي غادي يكون الأولين إن شاء الله في هذه العملة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.